السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم بقعة ارضيه محفظه للبيع. هذه البقعه كاينه في الزيئه، سميتها فيستا فيردي، وهذا هو الموقع ديالها بالضبط، جايه في مدينه تطوان، كل شيء قريب ليها، وغادي يكون فيها جميع المرافق اللي ممكن تحتاجوها، وبينها وبين العين الزرقاء 9 دقائق. يعني الموقع ديالها زوين، الطبيعه والمناظر زوينه، وانتم كتشوفوا 9 دقائق وهانتم هنايا. بالنسبه اللي كيسمع على العين الزرقاء وعمره ما شافها، موقع زوين، طبيعه غزاله، هنايا الجبال والمياه بارده، وكيجيو لها الناس بزاف باش كيتسراو وكيتبردوا مع راسهم. وها هي الجزيئه كيف ما كتشوفوا، ما جايهش بعيده بزاف على المدينه، جايه قريبه، والبني حداها كما كتشوفوا داير بها البني، المناظر زوينين، الطبيعه والشونتي تبارك الله راه خدام، وها هما القطع يعني تتراصاو صافي باينين. هنا فيها القطع، القطع الارضيه ما بين 80 متر مربع حتى 150 متر مربع، وما هادو، وكاين فيهم قطع ارضيه ديال ار بلس 2 والقطع ديال ار بلس 3، يعني السفلي زائد جوج طوابق ما تفوتهاش، او السفلي زائد ثلاثه طوابق ما تفوتهاش، يعني عندك الرخصه هاد لي جوج طوابق او ثلاثه. وكاين البقع الارضيه التجاريه بالنسبه اللي بغى يدير شي مشروع. اما بالنسبه للثمن ديالهم فهو ابتداء من 29 مليون، يعني البقع الارضيه ديال 80 متر مربع 29 مليون، وكل ما زادت المساحه كيتزاد الثمن بطبيعه الحال. اما بالنسبه لطريقه الاداء فكتخلص ثلث المبلغ في التسويق، وداكشي اللي بقى لك حتى كتسلم البقعه ديالك، يعني تسلى المشروع، يتقادوا الطرقان، يتصايب كل شيء، يدوزوا الماء، الضوء، ويصايبوا الواد الحار، صافي ملي كتولي البقعه واجده ديك الساعه عاد كتكمل لهم اللي بقى لك وكيسلموك البقعه الارضيه ديالك. بالنسبه للثلث يعني للناس اللي ياخذوا 80 متر مربع فكتجيهم تقريبا ديك 9 مليون و600 الف فرنك. اللي عجبتو الجزيئه الموقع والثمن ديالها وبغى يشري شي بقعه هنايا، فغادي تلقاو مكتب البيع في عين المكان، يعني في الجزيئه عندهم المكتب، هو هذا هو الرقم ديالو. اما اللي بعيد وبغى يتواصل معاهم، عنده شي سؤال، شي استفسار، اي حاجه بغيتو تعرفوها، انا مخليكم رقم الهاتف ديالهم في الاخر ديال الفيديو. واللي عنده الغرض يحاول يزرب يحجز البقعه ديالو قبل ما يتسالاو البقعه ديال 80 متر مربع، لان البقع الصغار ديما كيطيروا هما الاولانيين، وكاين عاوتاني حتى المصريين ديال البقع كيجيو يشريو يعني في الاول، يلا كيبدا المشروع، وديك الساعه كيعاودوا يديروا التنازل، كيبيعوا بالتنازل، وبطبيعه الحال كتصدق شاري البقعه ديالك غلا من الثمن الاصلي اللي خرجاته الشركه. داكشي علاش حاولوا تمشيو تشوفوا البلاصه كي دايره، تشوفوا الموقع وتحجزوا البقعه ديالكم بكري. نتمنى تكونوا خديتوا فكره على المشروع، وباش يوصلكم ديما الجديد ديالنا ما تنساوش تدعمونا، ديروا جيم، اشتراك وتفعيل الجرس، وبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم والاحباب والمعارف ديالكم باش تعم الفائده، وباش نسهلوا على اي واحد كيقلب على شي عقار دغيا يلقاه باذن الله. في انتظار تلقاو فيديو جديد، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.